السلام عليكم. اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي وقوات تابعة للرئيس المخلوع على خلفية إصرار الحوثيين على نصب حاجز تفتيش أمام بوابة منزل نجل المخلوع صالح في حي حدة السكني وسط العاصمة صنعاء. ومنذ الأمس تشهد العاصمة صنعاء حالة من التوتر الأمني بين الطرفين مع انتشار مسلح غير مسبوق وإغلاق للشوارع الرئيسية بشكل كامل. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين تمضي الأزمة بين حليفي الانقلاب، وتأثيرات التوتر في صنعاء على المشهد اليمني بشكل عام. مواجهات عنيفة شهدتها العاصمة صنعاء بين شريكي الانقلاب، وهو ما يراه مراقبون إشارة إلى أن الشراكة التي عمدها الطرفان بإسقاط الدولة وجر البلاد إلى كارثة الخراب والحرب قد وصلت إلى نهايتها بشكل أو بآخر، ولم يعد يفصل بين لحظة البداية هذه ولحظة النهاية سوى لحظات قليلة. يسعى كل من الطرفين إلى الإيقاع بشريكه وكتابة النهاية باسمه، إلا أن موازين القوة على الأرض تشير إلى أن ميليشيا الحوثي باتت تحكم قبضتها على خناق الرئيس المخلوع، وتبقى بعض التفاصيل الجانبية هي التي تؤجل لحظة إسدال الستار على المشهد الأخير من قصة التحالف الدامي. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. هبت براكين الغضب. صنعاء في قبضة الخوف، سيناريو متجدد في مدينة أدمنت الأزمات والانكسارات، الأدوات ذاتها والتصرفات والسلوكيات ذاتها أيضا، منذ دماج مرورا بحاشد وعمران وانتهاء بالعاصمة صنعاء. نبوءة جديدة للمخلوع صالح تتحقق بالحرب من طاقة إلى طاقة، لكن هذه المرة الهدف فريق صالح ورجالاته، والجائزة الكبرى لن تكون غير رأسه الذي لطالما رسم النهايات السوداء لرؤوس الآخرين. الراقص على رؤوس الثعابين بات اليوم أسيرا لمخاوفه الكثيرة، ومحاصرا في مربع لا يتجاوز قطره 10 كيلومترات، يحيط به خصومه التاريخيون بانتظار اقتناص لحظة ضعف لإطفاء ثأر تاريخي عمره 14 عاما. على مدى أكثر من عامين والحوثيون يخططون لمثل هذا اليوم في ملعب لم يعد يتسع لأكثر من لاعب واحد. خارطة التحالفات الدولية تغيرت أيضا، وبات العالم يفضل التعامل مع طرف في صنعاء في محاولة لإنجاز تسوية في اليمن بعد العجز في التوصل لاتفاق خلال الفترة الماضية. طوال فترة الحرب وما قبلها كانت الميليشيا تقلم أظافر صالح وتسحب البساط من تحت قدميه. أعاد التشكيل الواقع السياسي والعسكري في العاصمة صنعاء وما حولها، وبات واضحا أن الحوثية بحاجة ماسة لكسر حليفه ووضع النقاط على الحروب. من صعد على ظهر الآخر ومن سلم رقبته للآخر؟ الصورة باتت واضحة، ولم يتبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة بعد استكمال السيطرة على غالبية أدوات العنف والسلطة التابعة للمخلوع، وتحديد مساحة تحركاته وأنشطته من قبل القيادات الميدانية للميليشيا التي يبدو أنها متعطشة للدماء ولجولة جديدة من العنف تعيد من خلالها تسويق نفسها وتفرض واقعا دمويا في البلاد هو جزء من مسيرتها المعمدة بالعنف والإرهاب. الأيام القليلة القادمة قد تكشف عن المسمار الأخير في مسيرة حافلة بالعنف والفشل وعصر كامل من الدسائس والمكائد، وتبقى مخاوف الكلفة العالية لهذا السقوط هي الخطر الأشد وقعا على ملايين القاطنين في عاصمة الخوف. وأهلا بكم من جديد، وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من صنعاء أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور ناصر محمد ناصر. مساء الخير دكتور ناصر. مساء الخير. مرحبا بك دكتور. عاشت صنعاء يوما عصيبا بالأمس على وقع الاشتباكات بين مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، كيف تبدو الصورة الآن في صنعاء؟ وأعتقد يعني الحدث في حد ذاته ليس مهما، يعني المهم هو خلفية الحدث والمهم هو ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا الحدث. أعتقد ببساطة المعادلة الإقليمية تغيرت تغيرا جذريا، انفراط عقد مجلس التعاون الخليجي تقريبا واقتراب قطر من إيران ربما شكل قناعة لدى السعودية بأن الانتقام منها أو تصفية الحسابات منها سوف يكون على الساحة اليمنية، وبالتالي هذا دفعها إلى البحث عن حلول ومخارج للمشكلة اليمنية وإغلاق الملف اليمني بأي طريقة كانت. نعم. وهناك تصريحات في الواقع من قوى إقليمية تتحدث عن ضرورة تحريك المياه الراكدة في صنعاء
ربما هناك طموح لدى بعض هذه القوى الإقليمية ولدى بعض القوى في الداخل بأنه يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وبالتالي إعادة الأمور في اليمن برمتها إلى ما كانت عليه قبل عام 1990. ولكن مثل هذه العودات أعتقد أنها محفوفة بالمخاطر وضريبتها مكلفة، وأنا دائما لا أنصح بها. على الصعيد الداخلي هنا بالنسبة للداخل لا توجد بدائل في الواقع أمام شركي التحالف وهما قيادة الحوثي وقيادة المؤتمر، لا توجد قوى أخرى يمكن لأي أو بدائل يمكن لأي منهما أن يغير تحالفاته. في البدائل هنا هي خارجية أقليمية وليست داخلية، وأنا أرى أن الحل الأقل تكلفة والأقرب إلى الواقع هو أن الطرفين الذين ينويان الصراع الآن في صنعاء عليهما أن يبقيا على تحالفاتهما وأن يقتربا من إمكانية الحل السلمي. وأعتقد أن على حكومة عبد الرب منصور هادي أن تدرك أن بعض فقرات قرار مجلس الأمن هي سقف مرتفع، تلك القرارات التي تتحدث عن الملاحقات وعن المحاكمات وإلى آخره وهي لا تصلح أساس للتسوية. أعتقد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي المخرج الأقل تكلفة لجميع الأطراف. نعم دكتور، إذا تحدثنا بصورة ربما أكثر دقة عن أحداث صنعاء وما حدث بالأمس، ربما كان قبل أحداث أو قبل احتفال المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس بذكرى تأسيس المؤتمر، كانت هناك ربما خطابات إعلامية ويعني تصعيد كبير من قبل ميليشيا الحوثي بزعيمها عبد الملك الحوثي وأيضا من قبل الرئيس المخلوع، وظهرت وتجلت ذلك في الحشد الذي حدث في 70، ما انقضى الحشد حتى دخل الحوثيون باستعراضات بالقوة العسكرية الثقيلة والخفيفة مع تأدية شعارات الحوثيين في يعني تلاها بيومين فقط ما حدث أمس من اشتباكات ومقتل خالد الرضيع أحد أبرز القيادة المقربين من الرئيس المخلوع. إذن الآن هل يمكن اعتبار أن ما حدث الآن هو عبارة عن يعني افترط عقد المسبحة وبدأت الآن المشاكل تظهر جليا ولا يمكن لهذا التحالف أن يستمر؟ لا، هو معلوم أساسا بأن التحالف لا يمكن أن يستمر، لأن هناك أساسا يعني الثارات بين أطرافه كثيرة، هناك 6 حروب ضد الحوثي وهناك إشكالات تعقيدات كثيرة، وفي الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك رأسان جسد واحد، الجسد لا بد أن يكون هناك رأس واحد، تمام، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. لكن هنا عندما حدثتني عن فعالية المؤتمر، أعتقد فعالية المؤتمر هي أجهضت من قبل أن تبدأ، لأن المزاج العام هنا في المحافظات الشمالية هنا هو أن كان يتوقع الناس أن يتحدثوا أن تحدث قيادة المؤتمر عن إمكانية إعادة الدولة واعتبار مؤسسات الدولة وإلى آخره، لكن الحديث جاء عن رفض الجبهات والتحشيد، وبالتالي كانت هناك النبرة هذه كانت مخيبة للآمال هنا، والفعالية تقريبا لم تسفر عن شيء، كانت مجرد حشد جماهيري بلا مضمون. أما في المستقبل هل سيستمر هذا التحالف أم لا، اعتقادي بأن المسألة مسألة وقت، لن يستمر، لا توجد قواسم مشتركة بين الطرفين سوى مواجهة التحالف الداعم لحكومة عبد الرب منصور هادي، وإذا كان هناك أحد الأطراف هنا في الداخل قد وجد له طريقا بالتحالف مع قوة إقليمية معينة، فأعتقد أن التحالف هنا بين الطرفين في داخل صنعاء هنا قد وصل إلى نهايته. نعم، إذا تحدثنا عن موازين القوى دكتور ناصر، لمن القوى اليوم في صنعاء؟ الظاهر وما بدا للعيان هو أن المتحكمة بقوة السلاح هي ميليشيا الحوثي، وظهر المؤتمر الشعبي العام مجرد من كل شيء. يعني هو نحن نعرف يعني أساسا يعني المؤتمر الشعبي العام عبر تاريخه ومنذ تأسيسه هو كان عبارة عن وعاء لتجمع يعني أصحاب المصالح، لم تكن هناك له أيديولوجية معينة ولا شيء من هذا القبيل، ومن هنا يستطيع المال أن يجمعهم، وإذا غاب المال يمكن ألا يجتمعوا أبدا، لا توجد قواسم مشتركة. فهنا أعتقد أن قيادة المؤتمر هي الطرف الأضعف، ولكني في الواقع لا
لا أنصح يعني بمثل هذه الطريقة، أعتقد بأن الحلول السلمية بين جميع الأطراف هي التي يمكن أن تجنب مدينة صنعاء التي بها ما يقارب تقريبا 3 مليون نسمة، مثل حمام دم يمكن لا تشهد اليمن أو لم تشهد اليمن خلال سنوات الحرب الماضية. مثل أعتقد أن الجنوح إلى السلم هو الخيار الأقل تكلفة بالنسبة لجميع الأطراف بمن فيهم حتى الطرف الذي يعتقد أنه هو الطرف الأقوى. نعم، طيب دكتور ناصر تكرم بالبقاء معنا ونشرك معنا في الحديث القيادي في المؤتمر الشعبي العام الأستاذ ياسر اليماني، مرحبا بك أستاذ ياسر. يا أهلا وسهلا وأسعد الله مساءكم بكل خير ولكل المشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. مرحبا بك أستاذ ياسر، في البداية كيف تابعت ما حدث أمس في صنعاء من اشتباكات مسلحة نتجت عنها مقتل القيادي في حزب المؤتمر والمقرب من الرئيس المخلوع خالد الرضي؟ أعتقد يا سيدي الكريم أن هناك نوايا مبيتة للميليشيات الحوثية للقضاء على آخر خصم كما يعني يعتقدون الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي العام، هم آخر خصم لهذه الميليشيات، وبالتالي بالأمس كانت هناك نوايا مبيتة، يعني ليس القضاء على الأقصى خالد الرضي ولكن كانت هناك نوايا مبيتة لتصفية حتى الرئيس السابق يعني، وهذا ليس بجديد يعني قبل حشود 24 الشهر الماضي لعلنا تابعنا يعني التصريحات الحوثية لهذه الميليشيات أنه حاولوا بكل الطرق منع هذه المسيرة ومنع هذا الاحتشاد، وبالتالي هي نتائج يعني مبيتة من قبل الميليشيات للقضاء آخر خصم للمؤتمر الشعبي العام. وعلينا اليوم جميعا أن يعني حقيقة علينا أن نقف جميعا صفا واحدا في مواجهة هذه الميليشيات. نحن اختلفنا جميعا مع المؤتمر عندما تحالف مع الميليشيات. نعم. ولكن ماذا يعني لو انغضت هذه الميليشيات على ما تبقى من هذا الحزب، حزب الجمهورية وحزب الوحدة، حزب الشعب اليمني بشكل عام بدون استثناء. لعلنا نتابع اولا باول هذه المجريات كل هذه الاحداث. نعم. بالتالي خروج المؤتمر في هذه الظروف ومن هذا المشهد من قبل هذه العصابات المسلحة والميليشيات هو آخر نتائج إسقاط الجمهورية. نعم. علينا اليوم أن نعم. وبالتالي نعم. نحن يجب أن نقف اليوم موقف واضح يعني. نعم. نعم. أستاذ ياسر تقف نعم. نعم. مع أعضاء المؤتمر الشعبي العام المساند للشرعية، مع المؤتمر الشعبي العام الذي خرج ضد ميليشيا الحوثي، أم مع مؤتمر الرئيس المخلوع الذي سلم الدولة بكل مؤسساتها للميليشيا التي هي الآن تحاصره في منزله وبدأت بتصفية القيادات الكبيرة المقربة إليه؟ يا سيدي العزيز هناك أخطاء، الكل أخطأ دون استثناء. نحن اليوم ليس في وقت تشفي ولا في وقت تصفية حسابات. نحن يجب أن نتحدث في مجال سياسي بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن حب الانتقام، بعيدا عن آخر ركائز الجمهورية هو تواجد المؤتمر الشعبي العام، وتنظر إليه هذه الميليشيات والعصابات إن هذا الحزب هو آخر خصومها لإسقاط الجمهورية، وبالتالي يجب اليوم حقيقة أن نقف موقف واضح يعني نتصافى نتحاسى فيما بعد، لكن أن يسقط المؤتمر وأن تسقط بقية القيادات داخل صنعاء هذا شيء لن يحافظ على ما تبقى من شيء اسمه اليمن. نحن نطالب كل القوى السياسيه ان تترك تلملم الجراح، تترك الماضي، نقف اليوم في وجه الميليشيات. هو مشروعنا. نعم. وهدفنا جميعا هو كيف يستأصل هذا السرطان على اليمن، سقوط الجمهوريه وسقوط المؤسسات وسقوط الدوله وسقوط كل شيء في البلد. نعم. هو اخر نتائج هذه الميليشيات لمواجهه ما حصل بالامس. نعم. نحن يجب ان نتحدث اليوم، هل يعني في مثل عندنا في اليمن وانت تعرف يعني يا سهلة الحرب عند المتفرجين. نعم. طيب. المؤتمر الآن وصل إلى مرحلة يعني حقيقة وصل إلى مرحلة إلى يعني لا عودة فيها من فك الارتباط مع هذه العصابة. نعم. نتحدث عن هذه الجزئية أستاذ ياسر، نتحدث عن هذه الجزئية يعني بعد أن تسمح لي بالعودة إلى الدكتور ناصر من صنعاء. دكتور ناصر، هذا الآن في ظل الوضع القائم في صنعاء، هل ستمضي الآن الأزمة نحو التهدئة مجددا بين حليفي الانقلاب، أم أننا قد نرى فصلا أعنف لهذه الأزمة في صنعاء؟ هو أعتقد يعني إمكانيات التناقض أو مقومات التناقض بين الطرفين أكثر من مقومات الاتفاق، إنما أعتقد أن
القرار هو أساسا ليس بيد القوى في الداخل، هو بيد القوى الإقليمية. متى تريد القوى الإقليمية لمثل هذا الوضع أن يتفجر، التوقيت المناسب بالنسبة لها حساباتها ستكون هي العامل الحاسم في مثل هذا الأمر. أعتقد أن هنا الممول والمشغل في الخارج هو الذي يتخذ القرار وليس الوكلاء الموجودين في الداخل. أما من ناحية مثلا سقوط الجمهورية، سقوط مؤسسات الدولة، أعتقد أن ما يخشى منه قد وقع فعلا، يعني السقوط قد تم ولم يعد هناك ما يخشى منه. وأعتقد هنا أن الحل بالنسبة لي هو المرونة من جميع الأطراف، وأن بدلا من فتح جبهة صراع جديدة هنا في الداخل، أعتقد على أن قوى الداخل هنا أن تبادر وأن تشرع في سلوك يؤدي إلى إيجاد إمكانية تسوية، ولو كان هناك بعض التنازلات المؤلمة من كل الأطراف. أعتقد أن هذا هو الحل الأقل تكلفة والذي يمكن أن يجلب اليمن جولات صراع جديدة هي في غنى عنها. نعم دكتور، سؤال أخير فقط، يبدو الآن أن الأمر أصبح يعني محسوم بالنسبة للطرفين بضرورة التخلص من الطرف الآخر، في ظل ميادين القوى ومتابعتك أنت الآن، من بيده حسم هذه المعركة لصالحه، الرئيس المخلوع أم ميليشيا الحوثي؟ هي لا، شوف المسألة صعبة وغاية في التعقيد، لأن هنا ميزان القوى المحلي هنا هو ليس جزيرة معزولة في محيط، له امتدادات إقليمية، وبالتالي هنا حتى لو بدأ هذا الطرف أو ذاك ضعيفا فيمكن لهناك القوى الإقليمية هنا أن تكون طرف في هذه المعادلة وأن تغير من ميزان القوى الأضعف، وبالتالي يمكن أن ندخل في صراع مفتوح. يعني لا نستطيع أن نقول بأن الطرف هذا ضعيف وبالتالي يمكن لجولة واحدة أن تنهي الصراع، هكذا سلوك مثل هذا يبدو سلوك متهور وغاية في الخطورة. أعتقد هنا أن علينا أن نحسب ميزان القوى الإقليمي وليس ميزان القوى الداخلي، بمعنى معادلة واحدة داخلية وخارجية، ومن هنا أعتقد أن الحسم في حالة ما إذا انفجر الوضع سوف يكون صعبا، وسوف نشهد أنفسنا أمام دوامة جديدة. وأعتقد أن السعودية أدركت هذا، كانت تتوقع أن تحسم اليمن، الحرب في اليمن في غضون أشهر، الآن حوالي سنتين ونصف لم يتحرك شيء. البداية تكون سهلة والتوقعات تكون مغرية، ولكن النتائج تكون بعيدة ويجد المرء نفسه في وضع شائك وفي دوامة لا يستطيع الخروج منها. أعتقد بأن التعقل هو أفضل الطرق للخروج من الأزمة. الدكتور ناصر محمد ناصر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وأعود إلى جنيف مع القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني. أستاذ ياسر، عدنا لك من جديد. الآن الكثير يتساءل، ولعلك تتابع ما يدور الآن عبر المواقع، عبر القنوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل يمكن لأعضاء المؤتمر الشعبي العام أن يتنصلوا من الرئيس المخلوع الذي أوصلهم إلى هذه المرحلة الحرجة التي باتت الميليشيا تتحكم بهم في كل شيء؟ هل يمكن لجناح المؤتمر أن يخرج من عباءة صالح ويشكل كيان وطني يدعم الشرعية ويقارع الميليشيا كما تقول أيضا تستعاد الدولة والجمهورية التي قضت عليها الإمامة؟ يا سيدي العزيز، نحن اليوم من خلال متابعتنا لمجريات الأحداث في صنعاء والأحداث المتسارعة نستطيع أن نؤكد يعني أن هذه الأحداث خطط لها وبيت لها، وهو التخلص من الرئيس السابق. هل ندرك ماذا يعني أن نتخلص من الرئيس السابق؟ وفي أواخر عمره يعني كم سيخلد الرئيس السابق، وبالتالي إذا تم تصفية الرئيس أو اغتيال الرئيس يعني ذلك أن انتهى المؤتمر وانتهت بقية القيادات في صنعاء. نحن اليوم أنا أؤكد لك الكثير من القيادات سواء حتى داخل الشرعية تتعاطف مع الرئيس السابق، وهناك قيادات داخل البلد تتعاطف مع الرئيس السابق. الرئيس السابق أخطأ وله أخطاء، وكلنا لنا أخطاء، ما حد في هذا في هذه الدنيا لا يوجد له أخطاء. بالتالي اليوم التماس، لكن هذا أستاذ ياسر كما تعلم، لكن الرئيس المخلوع مستمر في هذا الخطأ. يعني آخر اجتماع الذي عول فيه أعضاء المؤتمر الذي أتوا من كل المناطق ومن كل المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا، وبعضهم أتى حافي القدمين على أمل أن يكون هناك ربما تغيير يواجه الميليشيا، لكنه في 3 دقائق خطاب مقتضب يأمرهم بالتوجه إلى الجبهات لدعم الميليشيا. يا سيدي العزيز، هناك ضغوط، هناك ضغوط على الرئيس السابق، هناك ضغوط على القيادات المؤتمرية داخل صنعاء، وبالتالي هي مواجهة مسلحة في صنعاء لا تخدم المؤتمر الشعبي العام في هذه الظروف. المؤتمر الشعبي العام يشعر أن هناك جبهات مفتوحة في 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 مأرب، في ميدي، في سعد، في كثير من المحافظات، وبالتالي
هناك تخوف من أي مواجهة مع هذه العصابات وهذه الميليشيات، يشعر أن هناك عدو خلفها. لكن إذا تمت المصالحة الوطنية سواء من فوق الطاولة من تحت الطاولة مع المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، أستطيع أن أجزم يقينا أن هذه العصابة لن تتحمل أكثر من 48 ساعة. ربما الرئيس السابق يمتلك قوة ناعمة من قيادات عسكرية وقيادات مدنية ومن الشعب درجة أساسية، علينا أن لا ننكر ذلك. تلك الحشود أراد الرئيس من خلالها أن يبعث رسائل للأشقاء في المملكة العربية السعودية، للأشقاء في دول الخليج باستثناء دولة الإمارات. أراد أن يرسل رسائل، نحن نمد يدنا للسلام، نريد أن نتخلص من هذه الميليشيات، ساعدونا أن نعيد البلد، أن نعيد الدولة، أن تعود الشرعية، أن تعود كل القيادات إلى البلد. بالمقابل يريد ضمانات. أنا كما أعتقد، ولا أتحدث باسمه ولا باسم المؤتمر أنا هنا، لكن هذا نعم. اعتقادي أشكرك أستاذ ياسر، يقينا أن هذا الأمر يريد إرسال رسائل من خلاله عسى أن يتلقفها الأشقاء. ما ذكرته أستاذ ياسر، يعني ما 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 جاء به المخلوع يعني يختلف تماما أو عكس كلامك تماما؟ هو دعا فقط لرفد الجبهات بعشرات الآلاف، ولم يدعو للتهدئة، ولم يدعو أيضا لإنهاء الانقلاب. شكرا جزيلا لك القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، ونشرك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير، مرحبا بك. أستاذ عبد الناصر، تصاعدت الأزمة مجددا بين حليفي الانقلاب، هل نحن الآن أمام مشهد تفكك التحالف بين الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي، أم أنه لا يزال مبكرا الحديث عن هذا عن فض الشراكة فيما بينهم؟ مساء الخير لك وتحية للجميع. أولا علينا أن نوصف بالضبط، هل فعلا هناك تحالف بهذا المعنى؟ ليس هناك عمليا تحالف بين علي عبد الله صالح والحوثي، وما يجمعهم إلا الشيء القليل. نعرف أنه الحوثيون منذ البداية وهم يتصرفون ويسيطرون على مؤسسات الدولة، والمؤتمر الشعبي هو الطرف الذي يخسر لصالح الحوثيين. المؤتمر الشعبي في بعض المناطق وفي بعض المواقف مهد السبيل للحوثيين وسهل للحوثيين، لكنه كان هو الطرف الذي كان يخرج خاسرا ولا زال يخرج خاسرا من هذه الشراكة الشكلية الذي اعترفوا المؤتمر بأنفسهم أن وجودهم في السلطة هو وجود ديكوري. حتى ما حدث في الأيام الماضية يؤكد هذا الشيء. نجد أن الحوثيين هم من يسيطر عمليا على الدولة، على مؤسسات الدولة، حتى نقاط التفتيش التي يزرعونها في أي منطقة هم الذي يسيطرون عليها، بما في ذلك فيما يعد المربع الأمني الصغير لعلي عبد الله صالح. حادثة الأمس كما ذكرت بعض الأنباء كانت عندما استوقف الحوثيون نجل صالح فيها وموكب نجل صالح، وهذا يشير إلى أنهم هم من يسيطر عمليا على الوضع في صنعاء وفي المناطق الأخرى. وبالتالي هناك ليس هناك من تحالف حقيقي بين صالح والحوثيين. صالح بالغ، خصوم صالح بالغوا في تضخيم دوره مع الحوثيين، وصالح وأفراد حزبه حبوا هذه المبالغة وبنوا عليها وأضافوا لها. عبد الناصر، حتى نكون واقعين أكثر، أي مبالغة تتحدث عنها أستاذ عبد الناصر وأنت تعلم بأن الرئيس المخلوع من سلم كل أجهزة الدولة من الحرس الجمهوري إلى القوات الخاصة إلى الأمن المركزي وجعلها سلاح وبندق بيد الميليشيا؟ أولا هذه المعلومة غير صحيحة بالمطلق، نحن مدركين لها تماما. من سلم أجهزة الدولة، وأنا هنا لا أدافع عن صالح، من سلم أجهزة الدولة هو هادي، هو الذي سلمه. نعرف عندما دخل الحوثيين إلى صنعاء لم يدخلوا معسكرات الحرس الجمهوري، دخلوا المعسكرات التي كانت تتبع الفرقة الأولى مدرع، وهذا تم بالاتفاق والتفاهم بين وزير الدفاع وهادي والحوثيين. وبالتالي من سلمهم الأسلحة عمليا في البداية هو هادي وليس صالح. صالح طيب. لا يمكن يا أخي، هذه الكذبة الكبيرة الذي صالح هو حبها ليقول للعالم أنا دخلت الحوثيين وأنا قادر أخرجهم. صالح ليس من مصلحته
أن يكون الحوثيين في صنعاء صالح يخشى الحوثيين طيب أكثر عبد الناصر. من أي طرف آخر. نعم طيب أستاذ عبد الناصر الآن أستاذ عبد الناصر ما الذي لا يزال بيد الرئيس المخلوع لمقاومة واقع تقول معطياته أنه عفوا تقول معطياته بأنه لم يعد في صالحه تماما وأصبحت الكفة مرجحة لصالح الميليشيا التي تمتلك زمام الأمور والقوة والمال في صنعاء؟ منذ البداية ليس في صالح في يد صالح إلا القليل من التأثير والنفوذ والشعبية، لكن ليس لديها السلطة خسرها تماما في 2014، خسرها لصالح الحوثيين، ومنذ ذلك الحين والحوثيين يجرفون ما تبقى له من نفوذ ومن تأثير، أما السلطة فقد خسرها، وبالتالي صالح هو الكفة الضعيفة وهو الحلقة الضعيفة، ولكنه حب هو يبالغ، وخصومه بالغوا في تصوير قدراته، وأيضا ليتخلوا عن مسؤوليتهم في وصول الحوثي. يعني هذه لا يريد أن حول المسألة، والمطابخ الإعلامية وكثير من الإعلاميين حولوا المسؤولية من هادي ووزير دفاعه إلى صالح، ولكننا نعرف وندرك، وكنا احنا في صنعاء ولم نكن في القمر حتى تمر علينا هذه الفرية وهذه الكذبة الكبرى، ولكن الحقيقة أن صالح ليس من مصلحته أن يدخل الحوثيين، وهو من تلك اللحظة وهو يخسر، والآن هو الحلقة الضعيفة، لا يمتلك صالح عمليا لا قوة. إذن لا خيار الآن أمام الرئيس المخلوع إلا أن يظل تحت جناح الميليشيا، هكذا تريد القول؟ هو عمليا تحت جناح الميليشيا، هو عمليا ليس لديه فقط إلا أن يستخدم أنصاره أن في الحشود وغيرها من المظاهر، أما عمليا السلطة الفعلية هي في يد الحوثيين، هم من يمتلكون إدارة الدولة، هم الذي يعتقلوا الناس، وهم الذي يفرجوا عن الناس، هم الذي يحاكموا الناس، هم المسيطرين على الإعلام، الإعلام الرسمي بيد من؟ بيد الحوثيين. إذن كيف هذه الانعكاسات كيف يعني ستنعكس على المشهد في اليمن بشكل عام؟ يعني أحداث ما حدث الآن في صنعاء من اشتباكات ومن تصعيد بين الانقلابيين، كيف سينعكس على المشهد اليمني؟ يعني المشهد اليمني هو قد مشهد معقد ومشهد فوضوي، وأي تصعيد أو أي حرب في داخل صنعاء هي ستزيد الطين بلة، والخاسر سيكون فيها في إذا دخلوا في مواجهة عسكرية، يبدو أنه الكفة فقط ستتعزز سلطة الحوثي في صنعاء، وستنتهي هذه الصورة الديكورية لعلي عبد الله صالح، أو أن تصبح صنعاء محل فوضى عسكرية لتضاف صنعاء إلى بقية مدن اليمن التي تشهد الفوضى والخراب، ويعاني الناس من حالة لا أمن، ومثل ما هو الحال في معظم مناطق اليمن. ليس هناك من جديد، ولكنها فقط هناك إضافات للفوضى وللتعقيد. أي أشكرك. مواجهات عملية بين صالح والحوثي، الذي أعتقد أن صالح ليس من مصلحته أن يخوضها، وهو ما اتضح حتى الآن من أن صالح هو الطرف الذي يحاول أن يمتص فقط اندفاعات الحوثيين وليس مواجهة. شكرا لك أستاذ عبد الناصر، المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للقيادي في المؤتمر الشعبي ياسر اليماني كان معنا عبر الهاتف من جنيف، والشكر أيضا للدكتور ناصر محمد ناصر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة كان معنا من صنعاء. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.